19 ماي ذكرى يوم الطالب الجزائري حين التحق بثورة التحرير عام 56. في 19 ماي طرحت تساؤلات عدة عن قمع السلطة بناة المجد ومصادرة أحلامهم بذكراهم. الطلبة يتذكرون مطاردة الشرطة لهم في الشوارع واعتقالهم وإيداعهم السجون بتهم عدة. العشرات من الطلبة منعوا من تنظيم المسيرات وحرموا من الاحتجاج السلمي وحرية التعبير، وتوبعوا في المحاكم وسلطت عليهم أقصى العقوبات بتهم ممارسة حقهم في الحرية بكل سلمية. الطلبة كانوا أيام الحراك في مرمى حملات التشويه والتخوين لتخويفهم وإسكات صوتهم في الشارع. السلطات احتفت بالطلبة في ذكراهم بعد مضي 67 عاماً واعتبرتهم صمام أمان للجزائر وقاطرة التغيير المنشود. السلطة متهمة بالكيل بمكيالين بين خطابها وممارساتها، بالأمس تشوه سمعتهم وتعتقلهم واليوم تحتفي بهم. الطلبة يتهكمون بشعارات السلطة ويرونها شكلية. الجامعة الجزائرية تحولت إلى سجن للحريات الأساسية ومصادرة الحق في التعبير السلمي، يقول طلاب.